صحابي البايكر، صباح الفل عليكم من شارعنا الجامد جدا، شارع اليكس سكوترز، وفيديو جديد. يلا بينا النهارده بقى هنكلمكم عن حاجات ليترلي حرفيا تقدر ان هي تكسر الموتور بتاعك فعليا. حاجات لو انت عملتها تأكد ان الموتور بتاعك هيشنش، هيفتح بقه بسرعة، واحتمال كبير جدا ان هو كمان يتكسر. طيب ايه بقى الحاجات ديت؟ بص يا سيدي، اول حاجه كده وانت ايه مثلا راكن السكوتر في الجراج، والجراج ليه مطلع كده ايه كبير، تقوم انت يلا بينا مره واحده تقوم عن وطالع ايه المطلع الغشيم قوي بتاع الـ الجراج. طيب دوت ايه اللي بيحصل بقى؟ بيحصل طبعا ان السكوتر ما بيكونش واخد العزم المناسب، ومش واخد القوه المناسبه انه يطلع المطلع دوت. فلا قدر الله انت لو قرصت بشكل يعني مبالغ فيه، ممكن ان انت تكسر عمود البي ال، او كمان ان البستم يتكسر، او يعني اقل الاضرار ان السير نفسه ايه يتقطع. طبعا ديت اول حاجه تقدر ان هي يعني تدغدغ لك الموتور. طيب حاجه كمان بقى، ان انت تجيب المنطقه الحمراء اللي في العداد، شايفين كده ده العداد يا جماعه، بيبقى فيه زي منطقه حمراء كده في اخر العداد، تمام؟ لو انت جبت المنطقه الحمراء اللي موجوده في العداد ديت ومشيت عليها فتره طويله جدا، او بمعنى اصح جبت التوب سبيد او اخر السكوتر ومشيت عليه فتره طويله جدا من غير ما تتدرج في السرعات، فدوت برضو ممكن يكسر لك العمود بتاع البي ال، ولا قدر الله ممكن يكسر لك البستم، وممكن البستم يضرب بقى في حاجات تانيه تلاقي الموتور بتاعك اصلا اتكسر يعني. وديت على فكره حاجه حصلت معايا، ولقيت ناس كتير قوي في المركز قلنا كان الموتور بتاعهم مكسور من تحت من كسره العمود بتاع البي ال نفسه، يعني اتكسر وراح خابط في الموتور، راح كسره وعامل فيه فتحه. يبقى اول حاجه ان احنا ما نطلعش مطلع الجراج بشكل مفاجئ، المطلع الكبير دوت، تمام؟ لا، نسخن كويس ونتدرج في السرعات ونرجع ورا شويه ونتدرج، نطلع بالراحه. تاني حاجه ان انا ما امشيش على التوب سبيد بتاع السكوتر يعني ايه فتره طويله. اه ماشي، انا ما بقولكش هات توب سبيد خلاص، لا، هات توب سبيد عادي عشان تجرب السكوتر بتاعك، بس ما تمشيش عليه فترات طويله. تالت حاجه وممكن تكسر لك فعلا الموتور، او تقطع كمان السير، او تكسر عمود البي ال، هي ضربه البنزين المفاجاه، ان انت تبقى واقف في اشاره كده والسكوتر في حركه السكون، تقوم انت مره واحده بقى ايه وتقوم ديب رازع ايه ضربه البنزين المفاجاه، تمام؟ فتلاقي بقى البستم يقوم ضارب في الغرفه، وديت احتمال ان هي برده تكسر لك عمود البي ال، او ان هي برده تكسر لك الايه البستم. علشان كده لو انت واقف في اشاره، ها، تدرج في السرعات، سيبك من الناس اللي بتبقى واقفه جنبك في الاشارات وعن عن عن عن، واول ما الاشاره تفتح يقوم طالع جاري. يا جدعان انا عارف ان كلنا عملناها، تمام؟ واحيانا بتعدي، وهي بتعدي عشان ده ستر ربنا، وعشان ربنا عارف ان احنا غلابه ومش حمل تغيير بيستم وشميزه والكلام دوت، لكن مش كل مره هتسلم الجره يا صديقي البايكر، خليك واعي وحافظ على فلوسك. رابع حاجه عندنا بقى ممكن تكسر لك فعليا البيستم، ان انت طبعا تتاخر على الزيت، وان الزيت يجلمط معاك ويتشحم وما يبقاش فيه ماده تشحيم جوه الموتور، فبالتالي البستم بتاعك جوه الغرفه وعمود البي ان مفيش حاجه بتشحمه، مفيش حاجه بتعمل سلاسه للموضوع، ففي الحاله ديت برده ممكن ان هو ايه يتكسر. طيب عايز اقول لك بقى حاجه بت لذينه جدا، وناس كتير قوي قوي وقعت في الغلطه دي، ان انت تبقى واقف مع اصحابك وشغال بالبنزين عن 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 عن، وفاكر نفسك بقى ان انت بتفصل وراكب ياباني. رجاله احنا راكبين سكوترات 150 سي سي 200 سي سي، الكلام ده كله يعني ما عندناش حاجه اسمها تفصيل، ما عندناش حاجه اسمها عن 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 والكلام دوت، تمام؟ العن عن 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 انت اللي جيبك هيوجعك في الاول وفي الاخر، انت راكب سكوتر، تمام؟ والسكوتر غير مخصص للحاجات ديت. حاجه اخيره كمان بتؤدي الى تلف الموتور بشكل سريع، وهو بيكون الحمل على الموتور. الموتور بتاعك يا استاذي او السكوتر بيشيل حوالي يعني 120 كيلو ل 150 كيلو، فتلاقيه واحد بقى ماشي على خط البحر بقى ايه متلت ومربع وماشي ون 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 وقارص على السكوتر. طب ما طبيعي ان السكوتر يشنش منك ويفتح بقه بسرعه، لان الموتور مخصص ان هو يجر حمل معين، ان هو يشيل حمل معين. انت لما تحط له اوفر ويت، تحط له وزن زياده، فطبيعي ان الموتور بيعاني، طبيعي ان الموتور بيعافر، فده برضو بيؤدي الى تلف الايه الموتور بتاعك. في الاخر انا حبيت ان انا اقول لكم على شويه من الاسباب اللي بتخلي المواتير بتاعتنا تبوظ بسرعه وما تعيش معانا، تمام؟ ارجو ان انتم تتفادوها، وفي الاخر بنقول لكم ارجو تكونوا استفدتم.